أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن استجابة المصارف بتأجيل مدفوعات القروض حتى نهاية العام الجاري يأتي استمرارا لمبادرة الحزمة المالية والاقتصادية التي تم إطلاقها وفقا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من أجل توحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات جائحة كورونا كوفيد-19 ودعما للجهود الوطنية من قبل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله. قال معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إن استجابة المصارف بتأجيل مدفوعات القروض لعملائها حتى نهاية العام الجاري بما لا يؤثر على سيولة المصارف وملائتها المالية سيسهم في تعزيز ودعم السيولة للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة ومواصلة دعم مختلف القطاعات الاقتصادية للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية. وقدم معاليه الشكر والتقدير إلى مصرف البحرين المركزي لحرصه على تنفيذ هذه المبادرة والسلطة التشريعية على تعاونهم المستمر والبناء والمصارف على سرعة استجابتها وغيرها من الجهات ذات العلاقة مؤكدا معاليه بأن المسؤولية مشتركة بين الجميع كل من موقع عبر إسهاماته وأدواره المختلفة لتحقيق الأهداف المنشودة بما فيه خير ويصب في صالح نماء الوطن والمواطنين.